بعد أن فشل وقف تهريب وغسيل الأموال في العراق، لجأ البنك المركزي العراقي لخيار قال خبراء اقتصاديون إنه سيطيح بما تبقى من سمعة العراق وسيتسبب بنفور المستثمرين منه. البنك المركزي وفي خطوة أثارت الجدل أعلن حظره سحب النقد والمعاملات بالدولار الأمريكي اعتبارا من كانون الثاني المقبل، ووفقا لوكالة رويترز التي نقلت عن مسؤولين في البنك قولهم إن القرار جاء للحد من إساءة استخدام احتياطات العراق من العملة الأجنبية والتهرب من العقوبات الأمريكية لصالح إيران، معترفين بأن نحو 50% من المبلغ النقدي الذي يستورده العراق سنوياً من البنك الاحتياطي في نيويورك يستخدم بشكل غير مشروع. البنك المركزي وفي محاولة لتخفيف الصدمة قال إن الأشخاص الذين يودعون أموالاً بالعملة الأجنبية في المصارف قبل نهاية عام 2023 يمكنهم سحب أموالهم بالدولار في عام 2024، لكن المبالغ المودعة بالدولار في العام القادم لا يمكن سحبها إلا بالعملة المحلية وبالسعر الرسمي والبالغ 1320 ديناراً للدولار الواحد. صدمة اتضحت معالمها عبر وقوف العراقيين المودعين لأموالهم في المصارف بطوابير متذمرين من الإجراءات في سيناريو مشابه لما يحدث في لبنان، التي اعتاد الإعلام نقل مشاهد اقتحام المصارف والتهديد بالسلاح ما لم تصرف لهم ودائعهم، وهو ما جرى في العراق. البنك المركزي أقر بأن مصارف عدة باتت تعاني من نقص الدولار بعد قيام الكثير من المواطنين بسحب أموالهم بسبب شعورهم بعدم الارتياح حيال النظام المالي الحالي، فيما توقع خسارة الدينار لمزيد من قيمته مع دخول الإجراء الجديد حيز التنفيذ. انهيار للدينار وتلويح أمريكي بمزيد من العقوبات، نتائج حتمية لنظام مالي تديره أحزاب وميليشيات دفعت بالعراق ليكون متصدراً طوال 20 عاماً قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم.